السلام عليكم ورحمة الله. معانا أبو كريم والحاج صفوت، نتكلم إن شاء الله عن أسعار الشيالات وأسعار الوقفات. في منها أحجام مختلفة وفي منها حسب الطلب. لو حبينا إن احنا نقطع حسب المقاس اللي احنا عايزينه يعني. السلام عليكم، ازيك أبو كريم؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل حبيبي، ازاي حضرتك؟ كنا عايزين نعرف الأسعار بتاعت ال يعني الشيالات. تمام، نوع الشيالات السوري. دي الشيالات السوري؟ دي حاجة ثلاث ادوار. دي ثلاث ادوار. تمام، يعني شغل عالي ان شاء الله شوية بيزيق. طبعا زي ما احنا شايفين المفصلة اهي، مفصلة متينة وحاجة محترمة، وده الماسك بتاعها. طبعا احلى حاجة تميز الشيالة دي شكلها الجميل، في زي شغل يعني حاجه كده متاخده من ارابيسك، شغل ارابيسك، شغل سوري يعني. تمام، عامله كام دي يا ابو كريم؟ دي عامله، هو الدور عامل 35، دي ثلاث ادوار عامله 105. دي ثلاث ادوار دلوقتي. تمام، اوريك اللي هي بعديها. دي ثلاث ادوار عامله 105، كل دور عامل 35 جنيه. تمام، بالنسبه للشياله بتاعتنا دي، دي الشياله العاديه اللي هي ربط فيها مثلا كوكتيل جميع العصافير يعني، بس بقى عاوز كميه يعني، واحد عاوز شياله كبيره تاخد كميه كبيره مثلا كذا جزء فوق وتحت والكلام ده. دورين برضو خشب زان كله، فيها باب محترم ومسك مثلا. عامله كام دي يا ابو كريم؟ دي عامله 180. دي طبعا يميزها ان هي بتشيل كميات اكبر وبتشيل عصفور اكبر، ممكن نشيل فيه بغبغان. زنجباري، اي حاجه زي كده. هي كبيرة يعني تسيح. تمام، دي منها الدورين. دي الشيالة السوري اللي احنا اتكلمنا عليها، في منها دورين ما شاء الله. زي ما قلنا العين الواحدة ب 35، يعني 35 في 2 دي ب 70 جنيه ان شاء الله. في منها عين واحدة؟ في منها عين واحدة. ادي العين الواحدة ايه؟ طبعا عروسة مش برضو. زي ما احنا شايفين دي عين واحده اهي، دي سعرها 35 جنيه ان شاء الله. دي بتشد النظر يعني، جمالها بيشد النظر للعصفور يعني. انت بتشوف الشهاله المنظره بتيجي عليها بتشوف العصفور يعني، حاجه قيمه يعني شويه. شغل جميل طبعا زي ما احنا شايفين. وفي منها شكل تاني افتح شويه زي ما احنا شايفين الشيالة ايه؟ ست اشكال يعني. ودي شكل ثاني. ودي شكل اللي هو تاني برضه نفس يعني ايه؟ الارابيسك اللي فوق بيتغير. هي يعني هو وجهة نظر ان سعرها 35 بالنسبة للشغل اللي فيها وبالنسبة للارابيسك اللي فيها، سعر ممتاز طبعا. طب لو هنتكلم على الوقفات نبتدي من اول ايه. ادي مثلا اطهر حاجه المقاس ال 25، دي مقاس ال 25 سم، 25 مقاس الابص 25، اقل مقاس اصغر مقاس. تمام، بعد كده اللي بعديه 30 سم جاهزه، اللي هي بتميز ان هي متفتحه بحيث ان هي تتركب على القفص على طول، بتمسك بالكلبش ما بتنزلش ما بتقعش، ما تجيش انت تزنقها بين السلك، لا هي داخله في السلك نفسه. ودي طبعا من اهم مميزاتها ان هي يعني تعتبر خشنه، زان وخشنه عشان اصلا ما تزحلقش. وادي الاكبر منها 35، وانت طالع بقى 35 40 45 50 60، والمقاس المطلوب كله. ادي ال 60، دي ال 60 سم بتاعت مطاف قفص كبير. دي 50، دي 175، دي 175 لو حد عاوز ايه يقطع او عنده مطار كبير مثلا او عنده بالحجم دوت، هو ياخد يقطع زي ما هو عايز. دي طبعا ميزتها ان انا لو حبيت ان انا مثلا اربي في اوضه، بيبقى مثلا اسهل تحطها في المقاس اللي انت عايزه، واي مقاس موجود يعني، لو مترين ونص 3 متر موجود برضه يعني. واحد يجي يقول انا عاوز 3 متر، مش عارف كام بقى، اديله المقاس اللي هو عايزه على طول.
ابو كريم ان شاء الله مكانه في السوق الجديد سوق الحديقة. ده الباب بتاع سوق الحديقة من ناحية مسجد السيدة عائشة قدام الجامعة. تمام. وهو يعتبر قدام جنب الباب على ايدك اليمين وانت داخل ان شاء الله. شكرا جدا يا ابو كريم. شكرا جدا لحضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.